الدكتور فكر غديرة من تونس جراح قلب وأوعية دموية في نطاق المؤتمر جراحة الأوعية الدموية في الإسكندرية نحب نركز على موضوع الوقاية من أمراض الأوعية الدموية في هذا النطاق فما محاربة التدخين هي من أهم الأشياء وثانيا الكنترول نتاع الريسك فاكتورز الأمراض الأوعية الدموية والأتيروسكلروزيس اللي هما السكري أمراض السكري وأمراض ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم والسمنة هذا يعني المسج اللي نحب نوصله للمستمعين شكرا